يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيبداوا معنا حلقه جديده من السادسه. كل التحيه لحضراتكم، وهتسمحوا لي بعد اذنكم يعني ابدا حلقه النهارده قبل ما ادخل في العناوين وفي التفاصيل زي ما تعودتوا في السادسه، اقول كلمتين كده من القلب، ومن القلب اتمنى ان هم يوصلوا لقلوب وعقول جماهير النادي الاهلي اللي الاهلي طول عمره معودهم انه الاهلي مصدر للمتعه، مصدر للفرحه، مصدر للسعاده، لانه التوقيت اللي احنا بنمر بيه دلوقتي والظروف اللي احنا بنمر بيها دلوقتي في غايه الصعوبه والحرج. والكلام ده يمكن مش دلوقتي بس، الكلام ده ابتدى من الفتره او من الوقت اللي كان بيسبق او كان قبل مواجهه النادي الاهلي لفريق الوداد في نهائي دوري الابطال، وما زالت الهجمه مستمره، وما زال التيار شديد، وما زال الحقيقه حاله التربص والاستهداف كبيره جدا لكل ما هو مرتبط بالنادي الاهلي. الكلام ده شفته وتابعته يوم بعد يوم وساعه بعد ساعه ودقيقه بعد دقيقه على وسائل اعلام مختلفه، على مواقع الكترونيه، على منصات سوشيال ميديا. كل ما هو منتمي او مرتبط باسم وشعار النادي الاهلي تم استهدافه. كنت بتكلم بقى على اداره، كنت بتكلم على رئيس النادي، كنت بتكلم على اجهزه فنيه سابقه او حاليه، كنت بتكلم على لعيبه النادي الاهلي، كنت بتكلم على كباتن الفريق، كنت بتكلم حتى على قناه النادي الاهلي. والهجمه الشرسه دي الحقيقه ما تقدرش تحدد مصدرها، يعني ارجع بالشريط كده وبالذاكره لورا شويه من ايام بطوله كاس العالم، هتجد الاهلي في مواجهه الجميع، الاهلي في مواجهه الاتحاد الافريقي غابت عنه معايير المسانده والعداله، وظهر ده بشكل واضح جدا سواء في مشاركه الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه او في النسخه الاخيره من دوري الابطال. هتجد الاهلي وقف في وجه او واجه حاله تربص من ناس كانوا قائمين على منظومه الكره في مصر، ايش لجنه ثلاثيه، ايش لجنه خماسيه، ايش اتحاد كره، وكلهم لهم سقطات الحقيقه في منتهى العنف. هتلاقي الاهلي واقف في مواجهه اعلام مرئي ومسموع ومقروء يستهدف الاهلي بغالبيه الاخبار الغير صحيحه او الغير دقيقه على الاطلاق. منصات سوشيال ميديا بتتكلم، كل من هب ودب بيكلم وبيربط نفسه باسم النادي الاهلي. ولو احنا هنا انا وزمايلي تفرغنا في القناه للرد وللتصحيح ولرصد السقطات المهنيه والاخطاء الكارثيه، مش هنبص ابدا لمصلحه النادي الاهلي. عشان كده بقول لجمهور نادي الاهلي من واقع حبك وغيرتك، ما تخليش حد يستغل حاله الغيره وحاله الحب ويشتتك عن هدفنا. احنا قدامنا موسم في منتهى الصعوبه، الحمد لله ربنا كرمنا امبارح والفريق استعاد جزء كبير جدا من شكله في ظل نفس الظروف الصعبه اللي بتعاني منها فرقتنا، وقدرنا نحقق فوز مهم جدا في توقيت مهم جدا على الجونه. والمشوار هيفضل في منتهى الصعوبه لغايه لما الموسم ده ينتهي، وبعد الموسم يبقى لينا وقفة ويبقى لينا كشف حساب ونقول مين أخطأ فين ونصلح أخطأنا إزاي، عشان في النهاية مصلحة النادي الأهلي والأهلي يرجع دايما أفضل من الأول. مبروك الفوز على الجونة، وإن شاء الله بإذن الله في انتظار مزيد من الانتصارات في الفترة اللي جاية. ما تشتتوش نفسكم، مهمتكم الأساسية دعم النادي الأهلي، وإن شاء الله بإذن الله بنفس الجمهور وبمساندته وبدعمه قادرين إن شاء الله إن احنا نوصل لمنصات التتويج. خلينا نبدأ حلقة النهاردة بأهم العناوين والأخبار، والبداية مع الأهلي. مدرب الأهلي بيبدأ استكشاف مصر المقاصة قبل موقعة الدوري، وديانج يعود لتشكيل الأهلي أمام المقاصة بعد إصابة السولية، سواريز يتسلم تقريرا من طبيب الأهلي عن حالة 7 مصابين، وفيتوريا يقسم مباريات الدوري على معاونيه الأجانب. سبورت، لابورتا يبدأ استدراج ميسي من أجل العودة للبارسا.
اهلا بحضراتكم مره ثانيه في السادسه. وقبل ما ادخل في تفاصيل الحلقه بتاعت النهارده، معانا مفاجاه الحقيقه، واحد من اكبر الاسماء في عالم كره القدم، واحد من المديرين الفنيين الكبار الحقيقه اللي اشتغلوا في الدوريات الكبيره زي الدوري الايطالي والدوري الانجليزي مع فرق كبيره جدا، هيكون ضيفنا النهارده، خاصه الحقيقه برسالة طلبنا فيها رأيه في عدد من الموضوعات المرتبطة بالكرة الإيطالية، الكرة الإنجليزية، نجم الكرة المصرية محمد صلاح، الميركاتو الأقوى اللي بيحصل يمكن من 4 مواسم، كل ده خصنا بيه في السادسة النهاردة، هتتابعوه على مدار الحلقة. وخليني أبتدي بأخبار النادي الأهلي في حلقة النهاردة. بالمناسبة يعني بالإضافة للمكسب بتاع امبارح والعرض الجيد اللي قدمته فرقة النادي الأهلي، اعتقد كان في مكاسب كتيره جدا، وكانت فرصه لعدد كبير جدا من اللعيبه ان هم يردوا على كل الاصوات اللي انتقدتهم وشككت فيهم وفي قدراتهم في الفتره الاخيره. بشوف انه امبارح فرقه النادي الاهلي استعادت جزء كبير جدا من مستواها، والاهم من المستوى والكره والفنيات الروح. الروح امبارح كنا حاسين ان اللعيبه بتبذل فوق طاقتها، وكان الله في عونهم. انا مقدر تماما، وانا هنا يمكن عشان قريب شويه من الكواليس، عارف قد ايه اللعيبه بتعاني، وعارف اللعيبه قد ايه مرهقه. واحده من فترات للاسف الشديده والصعبه علينا امبارح طبعا خساره عمرو السوليه، هيتعمل النهارده يعني اشعه عشان يتعرف تشخيص يعني دقيق للحاله، وبناء عليها يتحدد فتره غياب السوليه، لكنه بالتاكيد مش موجود في الحسابات على اقل تقدير على المدى القريب. لكن الكويس في الموضوع انه الاهلي بيستعيد ان شاء الله خدمات طبعا المالي الدولي اليو ديانج بدايه من مباراه مصر المقصه، ويكون اعتقد ورقه رابحه مكان عمرو السوليه. امبارح الحقيقه من اللي اجاده رامي ربيعه، واحد استعاد ذاكره التهديف. انا بالمناسبه كان المفروض الحقيقه ابتدي يعني اخبارنا النهارده وانا بتكلم على ماتش امبارح بتحيه لجمهور النادي الاهلي اللي كان حاضر بالذات المباراه، لانه الحقيقه الولاد شباب الرجاله اللي كانوا موجودين في ارض الملعب امبارح الاهلي والسلام من الدقيقه الاولى بيحسسك وكان ما فيش اي حاجه مهمه حصلت قبل كده، وكان ما فيش وجع بسبب سوء العروض او تراجع النتائج او خساره لقب بطوله كاس مصر. الناس بتبتدي من اللحظه الاولى وكانها بتحتفل بحاله تتويج، وكانها فرحانه بانه الاهلي كسب بطوله، وما فيش ثانيه على مدار ال 90 دقيقه حسيت ان الجمهور فيها وفر صوته ولا وفر مجهوده، بالعكس الحقيقه قدموا صوره أكتر من رائعه. عشان كده هي دي سر عظمه جماهير النادي الاهلي، وهي دي الروح اللي احنا نتمنى انها تكون موجوده في الفتره اللي جايه. السوليه هيغيب، الشحات بره الحسابات، شريف اعتقد برضو قدامه فتره طويله فالموسم بالنسبه له انتهى، محمد محمود، عبد المنعم، يعني الدنيا خفيفه وقريبه، وارد جدا ان شاء الله يكونوا موجودين بدايه من ماتش مصر المقصه. خليني اقول لكم سريعا جدا من اخبارنا كمان، ان يمكن طبعا مستر ريكاردو سواريز بيتعامل مع كل مباراه دلوقتي على حده، وحاليا هو بيدرس فرقه مصر المقصه اللي طبعا نتائجها ومستواها الموسم ده يعني ما يقلقش مفترض يعني، وان كان كل مباراه الحقيقه اعتقد ان احنا علينا ان احنا نعمل لها الف حساب. زي ما قلت لكم اليو زانج راجع بدايه من المباراه اللي جايه، ريكاردو سواريز يمكن اتكلم مع دكتور احمد ابو عبله وطلب منه تقارير مفصله عشان يقدر يبني عليها خطة وطريقة شغل الفريق في الفترة اللي جاية، مين ممكن يكون قريب، مين ممكن يكون بيرجع. طبعا بيرسيتاو، ميكسوني، أكرم توفيق شاركوا حتى قبل ماتش الجونة في جزء بسيط من التدريبات، وإن شاء الله بتدريجيا يدخلوا ويكتسبوا فورمة المباريات. خوان لابورتا رئيس برشلونة بيتكلم مرة تانية على ميسي، وأنا بقول الحقيقة أنه يعني لعشاء البارسا يعني السيزن ده هيكون واحد من أحسن أو أفضل مواسم البارسا مقارنه طبعا بالسنوات الاخيره. ليه بقول ده؟ لانه الحقيقه يمكن اقوى ميركاتو عمله البارسا هو الموسم ده، وقدر يدعم فيه الثلاث خطوط، سواء كريستنسن في خط الدفاع، فرانك كيسي في خط النص، وخط الهجوم حدث ولا حرج. انا اعتقد انه البارسا عنده واحد من اقوى خطوط الهجوم على مستوى اوروبا كلها، فعشان كده متفائل جدا، واحد انه البارسا راجع مره ثانيه، اتنين انه هيكون موسم قوي جدا لعشاء الليج، وخصوصا طبعا المنافسه اللي هتكون موجوده بين ليفاندوفسكي وبين كريم بنزيما. ونختم باخبارنا بخبر عن منتخب مصر، طبعا روي فيتوريا اللي رجع مره ثانيه
للبرتغال قام يعني عمل جدول كده، قسم فيه ماتشات الدوري على الفريق المعاونين عشان يقدروا يكتبوا تقارير عن المباريات وعن اللعيبة أول بأول لغاية لما يرجع القاهرة بداية من أول أغسطس ويبتدي يحضر ويتابع الجزء المتبقي من الماتشات سواء في كأس مصر أو في بطولة الدوري، وإن شاء الله يبدأ بقى مشواره مع المنتخب ونتمنى له طبعا كل التوفيق. خلينا نروح بقى لمين؟ لكلاوديو رانييري، واحد من الأسماء التقيلة قوي في عالم التدريب، تولى مسؤولية عدد كبير جدا من الفرق. سألناه على عدد من الموضوعات المهمة سواء في الكرة الإيطالية أو في الكرة الإنجليزية بما أنه درب قبل كده ليستر سيتي وتوتنهام، واتكلمنا معاه عن الميركاتو، اتكلمنا معاه على الصفقات اللي أبرمتها أقوى الأندية الإنجليزية وخصوصا طبعا ليفربول ومانشستر سيتي، اتكلمنا معاه على الدوري الإيطالي، فرص المنافسة، الانتدابات، اتكلمنا معاه على محمد صلاح، اتكلمنا على كتير من الموضوعات الحقيقة في الكرة العالمية. وقبل ما تتابعوا الحقيقة اللقاء أو التصريحات بتاعته وردوده على الأسئلة اللي احنا بعتناها له، أحب أشكر الحقيقة زمايلي أحمد شهاب وإسلام لوكا اللي ترجم الحوار على مجهود الكبير جدا لغاية لما وصلونا للقاء كلاوديو رانيير. نشوف اللقاء ونرجع لحضراتكم في السادسة. Un cordiale saluto a tutti i telespettatori della Hali Program. Mi è stato chiesto di parlare un po' del campionato italiano. Dobbiamo dire che il rientro di Lukaku all'Inter fa sì che la squadra già forte, già poderosa, acquista di nuovo un suo cannoniere, per cui l'Inter è una delle candidate allo scudetto. Ma ancora di più la Juve che non può stare senza lottare per lo scudetto, con l'acquisto di Di Maria e il ritorno di Pogba è diventata veramente una superpotenza. Ci sta anche la Roma con Dybala, l'entusiasmo del pubblico sicuramente farà un campionato super, con Mourinho alla guida l'entusiasmo, la voglia di far bene, di vincere ci sarà sempre. Non dimentichiamoci poi il Napoli e l'Atalanta che si possono sempre inserire in questo nucleo di quattro grandi squadre. E ci si aspettava la qualificazione al Mondiale in Qatar. Purtroppo le cose non sono andate bene, succede nel calcio. No? Il Mondiale in Qatar è molto strano perché mai si è giocato a novembre-dicembre, per cui sarà un'esperienza tutta nuova. Ci saranno gli stadi con l'aria condizionata, per cui vedremo un po' quello che succederà. Certo, i giocatori saranno nel pieno delle loro forze, perché magari quando si gioca appunto il mondiale a fine campionato non tutti hanno recuperato le loro energie fisiche e psicologiche. Questa volta invece saranno completamente al 100%. Le nazionali che potranno vincerlo? In Europa lo sappiamo tutti, c'è la Germania, c'è la Francia, c'è la Spagna, ci sono le sudamericane e anche le africane potrebbero fare un grandissimo bel campionato. Io faccio sempre il tifo per la sorpresa c'è sempre in un campionato e soprattutto in un campionato del mondo, lo seguiremo con molta attenzione. Andiamo in Premier League, il Liverpool con Salah, giocatore magnifico, straordinario, l'avevo visto nel Chelsea, nella Roma, nella Fiorentina, ma andando al Liverpool Momo ha fatto veramente, si sente evidentemente a casa sua, un giocatore di una rapidità, di una velocità di esecuzione, quando lui prende la palla c'è sempre qualcosa di importante che possa accadere, o il gol o un'azione molto pericolosa. Il Liverpool che ha perso per un punto il campionato sicuramente si vorrà rifare, ha comprato un gran centravanti, Nunez, e vedremo come si ambienterà in Inghilterra. Il Manchester City ha preso, dopo l'uscita di Aguero, ha preso un centravanti stratosferico, Haaland. Io credo che questo ragazzo, se si inserisce bene, sarà il prossimo pallone d'oro per diversi anni. Pallone d'oro che, detto tra me e voi, io credo che Lewandowski lo merita assolutissimamente. Il Manchester City ho parlato, dell'Leicester che ha vinto il campionato con me, è stato un anno meraviglioso dove abbiamo fatto veramente qualcosa di eccezionale, dando speranza a tutte le squadre che non partono per vincere il campionato che tutto è possibile. Certamente si è rinforzata tantissimo, però non credo che possa lottare per il titolo, però se ci sono riuscito io perché non possono riuscirci altri. Un'altra squadra che lotterà insieme al Liverpool
e al Manchester City sicuramente è il Tottenham del mio amico Antonio Conte. È finita quarta, si sta rafforzando e sicuramente ne vedremo delle belle in Premier League. Non dimentichiamoci poi che c'è l'Arsenal, c'è il Manchester United, che pure loro non possono restare per troppi anni lontani dalla vetta. Abbiamo detto di Lewandowski al Barça che il Barça vuole riprendersi la leadership contro Real Madrid, che quest'anno ha fatto veramente grandi cose. Abbiamo parlato un po' di tutto questo, mi auguro che vi sia piaciuta la mia analisi e un caloroso saluto a tutti quanti voi. هي حراسة المرمى عموما فيها مدارس كتير جدا، لكن يبقى طبعا نجم دولي كبير، نجم وحارس مرمى منتخب المجر. وخدوا بالكم المجر دي في يوم من الايام كانت دولة عظمى في كرة القدم، وكان ليه تجربتين حقيقة، واحدة في الدوري الالماني كان حارس مرمى طبعا باير ليفركوزن، وواحدة في الدوري الانجليزي مع ويست هام يونايتد. جابور كيرالي حارس مرمى منتخب المجر هو ضيفنا في السادسة من بودابست، خلينا نرحب بيه ونقول له اهلا وسهلا بيك على شاشة الاهلي، وشكرا طبعا على مشاركتك معانا في السادسة. مساء الخير. ومهم جدا اقوله انه واحد من اشيك حراس المرمى، وخليني اقول لكم انه السواد بانت او البنطلون اللي كان لابسه جيبور كيرالي كان موجود اوريدي في متحف الفيفا في زيورخ، متحف الفيفا طبعا لكرة القدم. اهلا وسهلا بيك، وايه قصة الزي او اليونيفورم او الكيت اللي انت كنت بتبقى حريص، وليه اخترت الستايل ده او البنطلون ده في مركز حراسة المرمى؟ Yes, this story started 1990. بالنسبة لقصة بنطلون الذي كنت ارتديه في حراسة المرمى ابتدت في عام 91. لأن هذا البنطلون كان يمثل أكثر ارتياحية لي. حاولت أن ألعب بالشورت أكثر من مرة، لكن لم أكن جيد خلال المباريات التي لعبتها. لعبت أكثر من 8 و9 مباريات. لكن كنت ما زلت في البطولة وبطولة المجر، لكن عندما قمت بتجريب البنطلون أعتقد أنه كان أكثر ارتياحية من الناحية الجسدية ومن ناحية أيضا نوع نجيلة الملعب، لأن نجيلة الملعب في المجر كانت خشنة بعض الشيء، ولهذا هو يمثل لي أكثر ارتياحية. ثم لعبت 26 عام بالبنطلون، واعتقد انه كان اكثر ارتياحيه، ليس له علاقه بالحظ، التفاؤل او التشاؤم لا. البنطلون ده موجود حاليا في متحف الفيفا، مظبوط؟ Yeah, I don't know. I didn't see that. لحد الان هو لم يراه، لكن اعتقد ان هناك مفاجاه سوف يتم الاعلان عنه. طيب عظيم، خليني في بدايه كلامي معاك اهنيك الحقيقه على المستوى الرائع اللي ظهر بيه منتخب المجر في بطوله دوري امم اوروبا. وانا كنت لسه وانا بستقبلك يعني كنت بقول انه المجر في يوم من الايام كانت واحده من القوى العظمى في كره القدم على مستوى العالم. يمكن حتى ده اترجم بشكل كبير في قدره منتخب المجر على تصدر مجموعته اللي بتضم الحقيقه منتخبات من العيار الثقيل، ايطاليا، المانيا، انجلترا. شايف انه الجيل ده قادر على استعاده امجاد المجر في كره القدم؟ I think it's amazing performance. اعتقد ان اداء جيد يقدمه المنتخب المجري. People never think about or talk about. واعتقد ان جماهير المجر لم تكن تعتقد ذلك وان يقوموا بهذا الاداء الرائع. We are very proud. نحن فخورين بهم. This performance. فخورين بالاداء الذي يقدموه. In our groups, Germany, لأن تتحدث عن مجموعتنا التي تضم ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا، وأن نأخذ ونحصل على 7 نقاط. أعتقد أن هذا لم يكن مفضل لنا ولم نكن نتوقع هذا، لكن أعتقد أن منتخب المجر قام بعمل مفاجأة ومفاجأة كبيرة. Little bit easy to play in high. أعتقد أن بطولة الناشونز ليج الأوروبية من السهل أن تقوم بلعبها، ليس هناك ضغوط مثل الأمم الأوروبية. لكن أعتقد أن تذهب إلى إنجلترا وتفوز في إنجلترا فهذا شيء عظيم. هل الموضوع من وجهة نظرك أو الأسباب اللي أدت لحالة التوهج عند المنتخب المجري هي قصة قيادة فنية، مدير فني قدر ينجح في مهمته، وهنا بتكلم على دور ماركو روسي،
ولا هل الفكرة أنه ده جيل مميز من أجيال اللي مثلت المنتخب المجري، ولا القصة قصة تخطيط من القائمين عليها كانت ليها أهداف بعيدة المدى؟ من وجهة نظرك إيه الأسباب اللي أدت للطفرة اللي حصلت على مستوى منتخب المجر؟ أعتقد أن ماركو شخص عظيم ومدرب رائع، وقام بعمل شعبية كبيرة في بودابست وفاز مع فريق المجر وفريق بودابست في بطولة المجر، وأعتقد أن هو كان أفضل وقت لماركو روسي لقيادة المنتخب من الناحية الفنية. أنت شاهدت الستايل الخاص به وطريقة لعبه وكيفية إدارته للتيم للفريق، وأعتقد أنه أظهر للجميع إمكانياته العظيمة وقدراته الفنية الرائعة الإدارية. كان مؤثر بشكل كبير في مستوى اللاعبين ومستوى بيرفورمانس الفريق، وهذا هو الشيء الهام، أن تكون قريب من اللاعبين وقريب من المسؤولين. ونحن نعشق طريقة لعب ماركو روسي لأنه يريد أن يلعب كفريق جماعي وكرة قدم جماعية. هو منظم جيد في الملعب. أنا موافق على كل شيء يقوم بفعله ماركو روسي مع منتخب المجر، لأن أعتقد مع ماركو روسي سوف نذهب بعيدا. كان ليك تجربتين في الاحتراف، واحدة في ألمانيا مع باير ليفركوزن، وواحدة في وستهام مع الدوري الإنجليزي، والاثنين من أقوى الدوريات على مستوى أوروبا. خليني أسألك الأول على الدوري الألماني، على البوندسليجا. اثنين من أهم الأسماء كانوا بيلعبوا الموسم الأخير في بوندسليجا ورحلوا، ليفاندوفسكي إلى البارسا وهولاند إلى مانشستر سيتي. هل تتوقع أنه تتأثر قوة المسابقة، شعبية مسابقة البوندسليجا في الموسم المقبل ولا لا؟ سلبا طبعا. هولاند أند ليفاندوفسكي is not German player. بالنسبة لي هالاند وروبرت ليفاندوفسكي هم ليسوا لاعبين ألمان، وأعتقد أن لن يتأثر رحيلهم بالبوندسليغا، بل هو اختبار كبير لبطولة البوندسليغا. وأعتقد أن البوندسليغا تحتاج والدوري الألماني يحتاج العديد من اللاعبين الألمان الأقوياء لكي تعود ألمانيا كبيرة بلاعبيها الألمان، لأن ظهر ألمانيا بوجه شاحب في بطولة الأمم الأوروبية أيضا في الناشونز ليج. لكن أعتقد أن الدوري الألماني يميزه أشياء كثيرة، هناك الملاعب دائما كاملة العدد بالجماهير، وعقلية الألمان عقلية عظيمة جدا، وكنت فخور بلعب في الفرق الألمانية. وأعتقد كنت مع أهم فريقين في ألمانيا زي باير ليفركوزن وهيرتا برلين، هذه من وجهة نظري. لكن بالنسبة لتجربتي في إنجلترا كانت تجربة عظيمة، لأن قمت باللعب مع أكثر من فريق في إنجلترا. لكن بالنسبة لي البوندسليغا أقوى في الفترة التي كنت ألعب بها، لكن الآن كان تحدي كبير لي عندما ذهبت إلى إنجلترا، لأن قمت بفعل أشياء عظيمة لم أكن أستطيع أن أقوم بها في البوندسليغا، وأنا فخور أيضا بالكاريرة التي قمت بها وبمسيرتي الفنية. بالحديث عن الدوري الإنجليزي، خليني أقول لك أنه الكل أو يعني الأغلب متوقع موسم ساخن جدا من البريمير ليج الموسم اللي جاي، وخصوصا مع انضمام أو وجود عدد كبير جدا من أهم الأسماء من المهاجمين، يعني انضمام إيرلينغ هالاند مع وجود محمد صلاح وكريستيانو رونالدو وهاري كين وخيسوس طبعا مهاجم الأرسنال الجديد. الكل متوقع أن يكون موسم هجومي على أعلى مستوى. إزاي بتشوف المنافسة في الموسم اللي جاي، ومين من وجهة نظرك الفريق اللي بيقدم أفضل كرة في الوقت الحالي في إنجلترا؟ لعبت في البريمير ليج وأعلم أجواء البريمير ليج جيدا، وأعتقد أن أجواء البريمير ليج مختلفة عن أي دوري في العالم. أنت قمت بذكر فرق كبيرة وعظيمة، كل منهم يستطيع أن يكون البطل، لكن الأهم كيف تلعب تشامبيونز ليج بجانب الدوري الإنجليزي، لأن الفرق الإنجليزية هي دائما مفضلة ودائما قوية.
كل الفرق وكل الأندية التي ذكرتها يلعبون بطريقة لعب مختلفة عن الآخرين. في بعض الأحيان ليفربول يكون متقدم بعشرين نقطة ويفوز بعشرين نقطة، لكن يتراجع في الأسابيع المختلفة والأسابيع الأخيرة. نحن شاهدنا ليفربول متقدم لأكثر من سنة ولكن لم يفز بالبطولة في النهاية، لكن لديهم العديد من اللاعبين العظماء قد يساعدونهم في الفوز باللقب، خاصة بعد خسارة اللقب في السيزون الأخير. أعتقد أن ليفربول قد يكون مرشح وبعده مانشستر سيتي. أنت لم تسأل عن تشيلسي، لأن تشيلسي مع الأونر الجديد قام بعمل بعض الصفقات، وأيضا مانشستر يونايتد قد يكون له الحظوظ، وأرسنال وبعض الأندية في إنجلترا قد تكون بفعل المفاجأة. بمناسبة يعني توقعك أو ميولك ناحية الليفر، وهنا في مصر طبعا جزء كبير جدا من جماهير الكرة إلا من تكن الأغلبية الكاسحة يعني بقت بتشجع ليفربول نتيجة لتألق النجم المصري أو الإيجيبشن كينج زي ما بيقولوا محمد صلاح. رأيك في المستويات اللي بيقدمها محمد صلاح في المواسم الأخيرة، وهل تتوقع أنه صلاح ينجح في يوم من الأيام أنه يحقق لقب الأفضل على العالم؟ أعتقد أن محمد صلاح قام بلعب كل مواسم الذي لعبها صلاح مواسم عظيمة ويطور في مستواه. بالنسبة لي صلاح لاعب خارق وهذا هو رأيي، لأن محمد صلاح قام بإحراز العديد من الأهداف بكل الطرق المختلفة. محمد صلاح هو مختلف عن لاعبين كثيرين، لعب في البريمير ليج وتأقلم وقام بعمل مفاجآت كبيرة وعظيمة، عمل أشياء كثيرة جدا، لكن بعد سنتين قام بعمل سيزون رائع الذي حارس فيه على الأهداف وأصبح النجم الأوحد في إنجلترا. وصعب على صلاح أن يكون بهذا المستوى لسنوات عديدة، لكن صلاح تفوق على نفسه واستمر بنفس المنوال، وهذه كانت مفاجأة لناس كثيرين مختلفين. أعتقد أن محمد صلاح يقدم أداء هام وأقدم رسالة كبيرة وهامة لكل اللاعبين، لأنه قادر على صنع المجد ويطور من نفسه أكثر من مرة. أعتقد أن محمد صلاح وجوده في ليفربول خطوة كبيرة وستظل الأكبر. جاي بوركيرالي طبعا حارس مرمى منتخب المجر وباير ليفركوزن وويست هام السابق، كل الشكر ليك وتمنياتنا طبعا بالتوفيق للكرة المجرية. قبل لقائنا بجاي بوركيرالي كان معنا واحد من أهم المديرين الفنيين في الكرة الإيطالية والكرة الإنجليزية بما أنه اشتغل في الدوري الإنجليزي، كلاوديو رانييري. والحقيقة يمكن كان السؤال الأول بالنسبة لي، أن الحقيقة وأنا بحضر الحلقة مع الزملاء عرفت أنه الراجل حاليا مش بيتولى مسؤولية الفنية لأي من المنتخبات أو الأندية، وكان السؤال إيطاليا دايما بتقدم مديرين فنيين على أعلى مستوى، فابيو كابيلو وماسيميليانو أليجري وصولا لكونتي وغيرهم طبعا وكارلو أنشيلوتي وغيرهم من المديرين الفنيين، ليه ما اتطرحش اسم كلاوديو رانييري أو حد زي كلاوديو رانييري بما أنه حاليا طبعا ليس تقليلا من روي فيتوريا، لكن أنا بتكلم على منتخب من مصر وسيرة مدير فني من العيار الثقيل. نتمنى نشوف أسماء زي كده بتتولى مسؤولية المنتخب الوطني. فاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة. اللقطة بلقطتها والمباراة بسكورها، وامبارح الحقيقة يعني أعتقد أنه
عربون محبه قدمه رجاله النادي الاهلي ونجومه الحقيقه لجماهير النادي الاهلي اللي كانت زعلانه وكانت واخده على خاطرها وكانت يعني متاثره ب مش بس القصه مش بس بخساره ماتشات. وانا قلت الكلام ده في اكتر من مناسبه انه في اوقات كتير جدا كنا بنخسر ماتشات وكنا بنخسر القاب وبطولات وكانت الجماهير في النهايه بتسقف للاعبتها لانها كانت حاسه دايما انها عملت اللي عليها وزياده حبتين. اللي كان مزعلنا شويه في الفتره الاخرانيه انه احنا حاسين انه الاداء والروح كانت غايبه عن النادي الاهلي، غايبه عن فريق النادي الاهلي، على الرغم من تقديرنا للمشوار الصعب والانجازات الكبيره اللي حققها الجيل ده من اللاعبين، ولكن ده ما اثرش بشكل او باخر او ما ترجمش بشكل او باخر، وخصوصا في الفتره الاخيره من قبل حتى نهائي دوري الابطال. امبارح خلينا نقول انه استعادت جزء كبير جدا من الشخصيه، استعادت جزء كبير جدا من الروح، واستعادت برضو جزء من اداء النادي الاهلي والرغبه في تحقيق الفوز، وده اللي حسيناه بشكل كبير. وبيتهيالي مكسب لا يقل اهميه عن مكسب الثلاثة بونت في صراع الفوز بلقب الدوري الممتاز. اسمحوا لنا نرحب بضيفنا كابتن عبد الله فاروق، واحد من طبعا نجوم الفنانه الحمراء، بيشرفونا النهارده في السادسه. مساء الخير يا كابتن عبد الله. مساء الخير يا استاذ احمد. منور الدنيا. ربنا يخليك يا استاذ احمد. يعني بعيدا عن الثلاثه بونت، شايف ايه اهم مكاسب النادي الاهلي اتحققت من مواجهه الجونه امبارح؟ زي ما حضرتك قلت، طبعا يعني اهم مكاسب النادي الاهلي بعيدا عن الثلاثه بونت ان الروح بدات ترجع شويه، الناس شافت ان اللعيبه مصره على المكسب، بقى في شكل كويس للفرقه، بقى في اداء بشكل كويس، ده في حد ذاته يعني بدات واحده واحده ترجع ان شاء الله لميزه النادي الاهلي، يعني الناس كلها معروفه بيها. كنت بقول لجمهور النادي الاهلي وانا بكلمهم في البدايه انه طبعا في النهايه الناس ما بتشوفش غير ال 90 دقيقه بالظبط، لا مدركه ايه اللي بيحصل في الكواليس، لا مدركه حجم الارهاق، لا مدركه تاثير الاصابات، لا مدركه او يعني مش حاطه في اعتبارها ان في مدير فني جديد لسه يعني بيتحسس بيحاول يفهم ويعرف الدنيا ماشيه ازاي سواء جوه النادي الاهلي او مع المنافسين. في النهايه عايزه العلامه الكامله بالظبط. في ظل ظروف صعبه زي دي، واعتقد ان الظروف دي هتكمل شويه لغايه نهايه الموسم، شايف التعامل الامثل من وجهه نظرك معاها ممكن يكون ازاي؟ لا يعني شايف ان هو ممكن يبقى في روتيشن شويه بين اللعيبه، في لعيبه كتير قوي ما خدتش راحه، بقى لها سنتين او ثلاث سنين بتلعب ورا بعض ما خدتش راحه، من دوري لكاس لافريقيا لمنتخب مصر، يعني في حوالي خمس ست لعيبه في النادي الاهلي او سبع لعيبه كمان ما بياخدوش راحه خالص. انت ما فيش ماتش بتطلع منه النهارده يا كابتن عبد الله الا في اصابه. بالظبط. يعني ما ده كل ده اجهاد وملاحم والمواسم ملتحمه، ويعني حاجات كتير، شكل كبير، اللعيبه لازم تتصاب، ده طبيعي جدا. يعني واحد زي عمرو السوليه مثلا من اهلي لمنتخب، ماتشات هنا كلها، الماتشات هنا كلها، دوري كاس افريقيا منتخب مصر، فالطبيعي ان هو لازم يتصاب، لازم يريح، لازم اللعيبه دي تريح، لازم العضلات بتاع الجسم الواحد يريح كويس عشان يقدر يؤدي بشكل كويس. لكن طول ما انت ورا بعض الماتشات كتير 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 اكيد هيحصل اجهاد، هيحصل اصابات، لازم تبقى تعبان، مش هتقدر تأدي بالشكل المطلوب منك. شايف المنافسه عموما على الدوري ازاي في لسه. المتبقي من لا لا لسه بدري، لسه بدري، يعني لسه بدري، ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله نعمل ماتشات، اهم حاجه بس يعني الماتشات اللي جايه تبقى زي بتاعه امبارح، في روح، في قلب، تأدي اللي عليك وخلاص، هو ده اللي الجماهير طالباه منك. اه طبعا في مكسب وفي خساره، الناس بتبقى زعلانه على الخساره، بس طول ما انت مأدي اللي عليك في الملعب محدش هيزعل منك. ماتش امبارح ريكاردو وسواريش غير في الطريقه، يعني رجع او ما رجعش، ان هو ما ابتداش، يعني هو كان مبتدي ب 4 2 3 1، امبارح قرر انه يبتدي ب 3 4 3، وشفنا عوده رامي ربيعه، طبعا واحد بتهيألي ربيعه كان من مكاسب ماتش امبارح، والحقيقه انا قلت انه ربيعه في كل الفرص، حتى رغم انه في اوقات كتير جدا كابتن عبد الله بيبقى بعيد، لكن لما بيحط رجله في الملعب تحس انه يعني بيقدم دايما افضل ما عملش. يعني فرايك في 3 4 3 وهل هي المناسبه للمتبقي من عمر السيزون ده عموما سواء كان دوري او كاس؟ يعني انا من الماتش امبارح اللي انا شفته، لا هي اعتقد ان هي مناسبه، بس هو الراجل لسه جديد، يعني هو مستر ريكاردو لسه جديد، بيشوف الطرق، لعب 4 2 3 1، لعب 4 3 3، امبارح لعب ب 3 4 3، فهو بيشوف الطرق. ده هدف ربيعة طبعا الاول اللي فك الطلاسم. بالظبط. الجونه كان محجر قوي طول، يعني كابتن طلعت يوسف عامل جيم دفاعي منتهى الصعوبه. يعني كابتن طلعت من زمان معروف ان هو على طول بيحب الناحيه الدفاعيه جدا، عشان انا لعبت معاه سنتين ثلاثه في الشرطه، فكنا على طول بيحب الحته الدفاعيه دي بشكل كبير جدا، بس لما بيخش في الجون في الفرقه اللي بتلعب النادي الاهلي الدنيا بتفتح. أيوة. الدنيا بتفتح، عشان كده احنا كجمهور كمان بنبقى عايزين الهدف يبقى، انت عارف، انت صراحة. اعتقد الجون بتاع ربيعه جه في الدقيقه 72 تقريبا. تقريبا يعني غالبا
الجمهور بيبقى قاعد 72 دقيقه على اعصاب ومشدود ومتوتر، عايز الجون يجي في اول خمس دقائق في الماتش عشان المباراه تفتح. وهي بتريح الجمهور وكمان بتريح اللعيبه في الملعب. يعني حتى اداء الاهلي بعد ما احرزنا الهدف الاول بتاع ربيع، حسيت انه اللعيبه هديت وابتدت تلعب كورتها، تلعب كوره بهدوء بدون توتر. ده طبعا ركله الجزاء. وطبعا في جول عبد القادر، انا طبعا جول عبد القادر حاولت اشوفه من الجول اللي اتلغى طبعا بتاع عبد القادر. كان جول عالمي بصراحه، كان جول حلو قوي، كان جول حلو جدا. بس هو اللي كان غالبا اللاعب اللي كان واقف قدام الحارس هو حسام حسن. حسام حسن هو اللي الجول اتلغى بسبب حسام حسن. نرجع ل 3 4 3، شايفها ازاي؟ وهل ممكن تبقى الطريقه اللي اعتمد عليها ريكاردو سواريز غالبا يعني الفتره اللي جايه؟ غالبا الفتره الجايه 3 4 3 اهي. وبعدين ادوا بشكل كويس امبارح، بعد زي ما انت قلت برضو ازاي، بعد ما الجون جه اللعيبه بدات تمسك الكوره وبدات تحتفظ بالكوره، فكان الشكل كان كويس. فاعتقد ان الفتره الجايه ممكن نكمل على 3 4 3. يعني حتى في مباراه الزمالك الشوط الثاني غالبا يعني حمدي نزل ما بين الاثنين سيرف باكات، لعبنا رجعنا لطريقه 4 3 3 3 4 3 فالشكل كان كويس. بدانا نهاجم، بدانا نجيب جون، كنا ممكن نجيب الثاني. فلا ماتش الزمالك ده سيناريو استثنائي سيناريو استثنائي من الاهلي. يعني على قد ما الزمالك خلينا نعترف انه كان كويس جدا الشوط الاول، بس احنا برضو كنا وحشين قوي الشوط الاول. يعني احنا ساهمنا في انه الماتش يطلع بالشكل ده او انه الزمالك يظهر بالشكل ده، لان احنا تقريبا ما كناش موجودين. لا الشوط الاولاني احنا ما كناش كويسين. يعني الزمالك كان كويس، بس احنا لو كنا كويسين ما كانش هيبقى بالشكل ده، او الزمالك ظهر بالشكل ده، كان هيبقى في حته تنافسيه او في الملعب تحدي اكبر من كده شويه. احنا اللي ساعدنا الزمالك ان هو يأدي الشوط الاولاني بالشكل ده. احنا لما رجعنا لطبيعتنا الشوط الثاني ومسكنا الكوره وبدانا نأدي وبدانا الروح الفرنه ترجع حاجه بسيطه، الشكل كان الشوط الثاني كله كان بتاعنا، وقدرنا نحرز هدف وكنا ممكن نجيب الثاني وكذا هجمه. وما اعتقدش ان الزمالك، يعني مش فاكر ان الزمالك في الشوط الثاني وصل كتير عندنا. انت يعني انت واحد من المديرين الفنيين اللي اشتغلت معاهم واتدربت معاهم، كابتن مانويل جوزيه طبعا. طبعا واحد من اهم الاسماء في عالم التدريب. لما كان بتحصل او بتعدي فترات صعبه كده، كبوه للفريق، خساره لقب، الراجل كان بيتعامل معاكوا ازاي؟ او ايه الكلام اللي كان بيتقال من مستر مانويل جوزيه في اوضه اللبس؟ لا كان مستر مانويل بيتعامل نفسيا مع اللعيبه قبل الفنيه. لما المدير الفني بتاعك بيتعامل نفسيا معاك كويس وبيديك معنوياتك ويعلي من معنوياتك، لا بتبقى انت نازل مرتاح، مش مضغوط، بتقدر تأدي بشكل كويس. طول ما انت مرتاح والمدير الفني بيتعامل معاك نفسيا كويس بتقدر تأدي في الملعب. لكن اعتقد يعني زي ما انا قلت الراجل لسه جاي جديد، فمش عارف لسه يتعامل مع اللعيبه بشكل كويس، فممكن الحته النفسيه مش عارف يظبطها شويه مع اللعيبه. لما بدأت تظبط امبارح الشكل بقى احسن والاداء بقى احسن بكتير. والله وحتى يعني مش السبعه الاولى، تلعب جيم فيوتشر قبل الزمالك وبيراميدز، تلعب مع فيوتشر قدمت كره محترمه جدا ولعبت مباراه بشوفها واحده من افضل ماتشات الاهلي الموسم ده. كتير ناس مراهنه على استغلال الحاله المعنويه اللي موجوده في ماتش فيوتشر في الماتشين اللي بعدهم، اللي هم او الماتشين اللي بعده مع بيراميدز والزمالك، بس ده ما حصلش. يعني التباين ده، فكره ان يبقى مستواك في 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 اعلى، يعني الكيرف في اعلى مستوياته، وانه يحصل دروب مره واحده كده، ده بالنسبه للجمهور نادي الاهلي برضه مقلق واكيد ليه اسبابه. خليني اسمع وجهه نظرك فيها، بس هتسمح لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلام. طيب كيف الخطا، كل الخطا انك تعتقد ان مباراه مصر للمقاصه مباراه سهله ومضمونه. صحيح انه الموسم الاسوا للمقاصه من اول ما ظهر في الدوري الممتاز، وهو اقرب فرق الدوري الممتاز السنه دي للهبوط، ولكن في حاجات كتيره جدا لابد انك تاخدها في الاعتبار. منها ويمكن دي النقطه اللي هكلم فيها مع كابتن عبد الله فاروق دلوقتي، وهي انه احنا، ودي علامه استفهام برضو عايز اسمع رايي فيها، ان احنا اقوى فريق هجوميا في الدوري. احنا لغايه النهارده مسجلين 50 هدف، احنا اقوى فريق من الناحيه الهجوميه في الدوري، ورابع اقوى فريق دفاعيا. وعلى الرغم ان ده مش ستايل الاهلي ولا ارقام الاهلي في الناحيه الدفاعيه، لكن انا ملاحظ انه احنا عندنا معاناه في اخر ثلاث ماتشات في ناحيه التهديف. الجول عزيز قوي وبيجي بصعوبه جدا. خليني ارجع طبعا ارحب بكابتن عبد الله مره ثانيه، اهلا بيك معانا. كنت بسالك، الناس برضو بقت قلقانه شويه من التباين، يعني الاهلي بقى له فتره كده يعمل جيم عالي قوي ويجي بعدها يبقى في دروب، جيم عالي قوي وبعد كده يبقى في دروب. ازاي تستغل الفوز امبارح على جونك في انك تحافظ ترجع الحاله المعنويه والحاله الفنيه
تمشي الفريق اون تراك، لانك ما عندكش بديل غير انك انت تكسب كل ماتشاتك لغايه نهايه الدوري. خلاص زي ما حضرتك قلت، ما هو فيش بديل ان انا لازم اكسب، فلازم اعمل ريكفري كويس، لازم اهيئ اللعبه نفسيا كويس، لازم اهيئهم بشكل كويس ان خلاص المباراه الجايه كلها مباراه كاس، ما فيهاش اي احتمال تعادل او خساره. فخلاص هو التهيئه النفسيه والريكفري كويس لازم في الفتره الجايه دي، وبالمع مع التمرين بتاع مستر ريكاردو هيفرق مع النادي الاهلي كتير. يعني عندنا مشكله احمال كابتن عبد الله؟ لا، ناس كتير جدا بتتكلم في انه اغلب اصابات الاهلي اصابات عضليه، يعني باستثناء اكرم طبعا اصابته مع المنتخب وعمار، كل مباراه في اجهاد في عضله، في شد في عضله، في لا قدر الله مزق في عضله. شايف ان دي مشكله احمال ولا دي جزء او فاتوره مرتبطه بفكره تلاحم المواسم اللعيبه اللي بقى لها رجلها في الملعب بقى لها 3 مواسم ورا بعض؟ بالظبط، هو يعني هي تلاحم المواسم ورا بعض هو اللي عامل كده. اجهاد العضلات، يعني العضله لازم ترتاح كويس عشان تأدي بشكل كويس. طول ما العضله مجهده معرضه للاصابه في اي وقت. الاهلي 4 ماتشات في 12 يوم، فده طبيعي جدا ان اي حد لازم يحصل له كده. ومع المواسم، مع لسه الموسم اللي مكمل اللي احنا فيه، مع الموسم الجديد، مع منتخب مصر، ده طبيعي. هو ما لهاش علاقه بان في مشكله بدنيه ولا في مشكله مع المعد البدني ولا لا، انا التلاحم الماتشات والاجهاد هو اللي بيعمل في اللعبه كده، ده طبيعي جدا. يعني شايف ازاي ماتش مصر مقص؟ هيبقى صعب يعني. فرقه بقالها كتير بتخسر، واخر الدوري اخر الدوري، بس الماتشات قدام الاهلي كلها بتبقى صعب. لسه انا وكابتن عبد الله في الفصل كنا بندردش شويه انه الفرق يعني اللي بتظهر قدام النادي الاهلي بمستوى وتلاقيها في طول او في اغلب الماتشات، حتى بقى فيهم الماتشات اللي مع المنافس بتبقى يعني، ده مش اتهام يعني، بس انا بقصد اقول انه الناس بتحس بتباين، جمهور الاهلي بالذات بيحس بفرق في المواجهات. يعني ما صح، انت بتتكلم في النادي الاهلي، نادي القرن الافريقي، احسن نادي في افريقيا، احسن نادي في الشرق الاوسط بقاله فتره كبيره، فالطبيعي ان اي حد قدام النادي الاهلي عايز يبين نفسه. اي فرقه بتلعب قدام النادي الاهلي عايزه تعمل حاجه قدام النادي الاهلي. طول ما انت بتلعب قدام النادي الاهلي وكسبته الناس هتتكلم عليك كويس، لكن بقيه الفرق الثانيه عادي، انا كسبت ماتش 3 نقط، لكن انا لما اجي اقول انا كسبت النادي الاهلي دي بتبقى حاجه كويسه جدا للناس، للفرق الثانيه او الناس الثانيه. لكن اي فرقه ثانيه في الدوري انا كسبت ماتش ب3 نقط، مش هيبقى فارق كتير، عشان الناس مش هتتكلم عليك بشكل كويس قدام. زي ما انت بتكسب النادي الاهلي الناس بتتكلم عليك بتقول انا كسبت النادي الاهلي، ده فرقه فلان كسبت النادي الاهلي، لكن لا ده كسب 3 نقط في الدوري، فده طبيعي جدا. فان هي قدامك بتبقى بشكل، وتيجي قدام الفرقه الثانيه او ايا كان الفرقه اللي بتلعبها بتبقى بشكل ثاني خالص. الصراع شايفه ازاي السنه دي في النسخه بتاعت الدوري؟ يعني سواء في الصراع في القمه، يعني السنه دي الى حد ما في سخونه في البطوله في القمه، ثلاث فرق بيتنافسوا على صداره الجدول. الصراع برضو في قاع الجدول اعتقد يمكن يكون اكثر سخونه حتى من المقدمه. شايف ازاي الصراع فوق وشايف ازاي الصراع تحت، ومين الاقرب للهبوط من وجهه نظرك؟ الصراع فوق يعني الفرقه ماشيه بشكل كويس، يعني اذا كان بيراميدز ولا الزمالك ولا الاهلي ماشيين بشكل كويس وبيكسبوا بشكل كويس. فالصراع انا بالنسبه لي شايفه شرس جدا، بس هو لسه بدري، يعني لسه في ماتشات كتير قوي. لسه انا هاجي لك شويه محطات كده. يعني في ناس كتير بتشوف مثلا ان مباراه الزمالك وبيراميدز اتليست هتطلع حد من الاثنين او هتبعد حد من الاثنين شويه وتاثر على موقفه في البطوله. بالظبط، ده حقيقي، يعني هما الاثنين هيلعبوا بعض فممكن تاثر على حد. مين الاقوى من وجهه نظرك؟ مين الاقرب انه يكسب في ماتش اهلي، ماتش الزمالك وبيراميدز؟ او بيراميدز بالاسماء وبالاداء بتاع امبارح، انا بالنسبه لي بالنسبه لي بيراميدز يكسب. الاسماعيلي مش مقياس السنه دي. لا خالص، انا بقول كده بس يعني بالظبط، نتائجه بتقول انه مش ده الاسماعيلي اللي احنا عارفينه يعني، بس يعني بالاسماء اللي موجوده في البيراميدز. أيوة. وبالشكلهم بقى لهم شويه كويسين. لا انا بالنسبه لي بيراميدز يكسب. لكن زي ما قلت لك قدام الاهلي بتبقى حاجه وقدام الفرق الثانيه بتبقى او قدام مثلا الفرق المنافسه للنادي الاهلي بتبقى بشكل ثاني. أيوة. حتى بيراميدز اللي عنده رغبه يعني عنده امل، يعني هو المفروض عنده امل، بتلعب على انها حاسس السنه دي ان هم في نيه ان هم ينافسوا. عندهم هو المفروض عنده امل وحاسس ان هو ممكن ينافس، بس باجي بتفرج على الماتش بلاقي شكل تاني او بلاقي اداء تاني. ايوه لكن انت شايف انه بيراميدز اقرب؟ انا بالنسبه لي بيراميدز اقرب الكوره، يعني لو كان كوره بيراميدز اقرب. انا بالنسبه لي بيراميدز اقرب بالشكل وبالاداء وبالاسماء اللي موجوده. لا بيراميدز اقرب. طب وتحت؟ تحت الدنيا بقى يعني متلخبطه، يعني اخر فرقتين مثلا اللي هم
المقاصه عندنا فرق كبيره يعني في بالظبط اسماعيلي مقاولين يعني محله داخل فرق بطولة يعني فرق كبيره موجوده بالظبط ابطال افريقيا مش ابطال بطوله محليه المقاولين والاسماعيلي دول واخدين بطولات افريقيا ده الغريب بقى ده الغريب في السنه دي ان هم الفرقتين دول يعني ما اعرفش ايه اللي حصل او الشكل عامل ايه الخريطه بتتغير من وجهه نظرك خريطه الكوره يعني في مصر والانديه والمنافسه بتهيألي اختلفت كتير جدا عن اللي احنا عارفينه. ما انديه الشركات بدات دلوقتي تغطي على الانديه الجماهيريه، الانديه اللي معاها فلوس بتمشي بشكل كويس، بتعرف تجيب صفقات كويسه، بتعرف تجيب لعيبه كويسه، بتعرف تكسب بيها. الانديه اللي هي الجماهيريه اللي فلوسها قليله شويه ما بتعرفش تجيب اللعيبه اللي هي محتاجاها او اللعيبه اللي تقدر تأدي بشكل كويس طول الموسم. مع العلم، مع العلم خد بالك وحط بقى 100 خط احمر. الانديه الجماهيريه في كل حته في العالم هي الانديه اللي بتعرف تجيب فلوس. طبعا. والانديه بتاعت الشركات او الهيئات او كده دي اللي شويه ممكن تكون بتعاني في فكره انها تلاقي موارد لان ما عندهاش يعني ظهير جماهيري الانديه الجماهيريه احنا العكس هو اللي حصل بالظبط الانديه الجماهيريه بره بتعرف تستثمر كويس بتعرف يعني بتعرف تشتغل على اسم النادي كويس او بتعرف تشتغل مع الجماهير كويس عندنا الامور مختلفه شويه يعني الامور صعبه شويه مين اقرب للهبوط من وجهه نظرك هو المقصه غالبا خلاص يعني غالبا يعني والله الشرقية الدخان بس بدا يظبط شويه الفتره اللي فاتت دي الفرقه الثالثه دي بتبقى صعبه شويه بقى في اسماعيلي ومقاولين وفي كذا فرقه يعني في الحته دي بتبقى ماتشاتهم متفاوته يعني اسماعيلي المقاولين بيكسب في اخر دقيقه الماتش اللي بعديه تلاقيه بيخسر الماتش اللي بعديه مش عارف بيخسر فمش ماشي بشكل كويس او مش ماشي بشكل منتظم فما تقدرش تقول عليه هيقعد او هينزل الاسماعيلي ممكن بيكسب ماتش المقاولين يخسر ماتش فتلاقي ده تحت ده الماتش اللي بعده المقاولين يكسب الاسماعيلي يخسر فتلاقي الاسماعيلي نزل تحت المقاولين فالشكل مش واضح قوي تحت يعني. انت لعبت في فتره يمكن او جزء من الفتره اللي انت لعبت فيها يمكن كانت بدايه معاناه للكوره في مصر يعني بعد بعد فتره تالق على مستوى المنتخبات وعلى مش هقول على مستوى الانديه على مستوى النادي الاهلي بالظبط يعني النادي الاهلي في الفتره دي او ما قبل الفترة الصعبة اللي بدأت فيها معاناة الكرة المصرية كان في أقصى فترات ومراحل التوهج فيه. بالظبط. وده اترجم بشكل كبير جدا مع المنتخب مع وجود لعيبة محترفة بشكل كويس. عملنا منتخب قوي جدا. في المرحلة اللاحقة زي ما بيقولوا بدأت معاناة وأعتقد إنه مش عارف تتفق ولا تختلف ما زالت المعاناة مستمرة لغاية دلوقتي. بالظبط. من وجهة نظرك إزاي شايف المشوار عندنا مدير فني جديد روي فيتوريا بيتولى المسؤولية. شايف ازاي اهدافه وقدرته على تحقيق انجازات مع منتخب مصر في الفتره اللي جايه ده طبيعي احنا بقى لنا كتير قوي يعني ما فرحناش مع المنتخب في حاجات كتير فيعني لازم بقى يبدا التركيز بقى مع اللعيبه اللي محترفه يعني لازم الفكر يتغير شويه لان احنا فعلا محتاجين نفرح مع المنتخب شويه المنتخب بقى له كتير قوي ما حققش بطوله يعني بقى له حوالي 6 سنين أو 7 سنين يعني بقى له فتره كبيره ما حققش بطوله فمحتاجين ان احنا نفرح مع المنتخب اكتر بكتير يا كابتن عبد الله ما يعني انا مش فاكر اخر بطوله يعني كان مع المنتخب الاول ده منتخب اولمبي بطل افريقيا قريب يمكن لا منتخب قبل الاولمبياد لكن كان مع المنتخب الاول احنا من 2010 يعني باستثناء الوصول لكاس العالم مع هيكتور كوبر رغم انه يعني النسخه دي مش محسوبه الناس فاكره ايطاليا 90 اكتر من روسيا 2018 لغايه دلوقتي لكن ده يعتبر الانجاز الوحيد اللي حققه المنتخب بالظبط فهو الراجل يعني برضه اعتقد ان هو جاي وعارف ان احنا بقالنا كتير ما فرحناش او بقالنا كتير ما حققناش حاجه مع المنتخب فاعتقد ان هو جاي مركز ان هو يعمل حاجه كويسه للمنتخب جيلكم كان فيه مواهب اكتر احنا جيلنا كان فيه مواهب كتير بس للاسف احنا اتظلمنا الجيل بتاعنا اتظلم كتير بسبب الاحداث اللي حصلت في البلد من ثوره لمذبحه بورسعيد لكذا حاجه فالسن بدا يكبر فالجيل اتظلم كتير في اجيال كتير اتظلمت في الوقت ده يعني بس كان فيه مواهب اكتر بكتير من دلوقتي المواهب اللي موجوده دلوقتي والاسماء الموجوده على ساحه الكره في مصر يعني تقدر تعمل منتخب قوي تقدر تعمل منتخب يحقق ألقاب زي بطولة أمم يوصل كاس عالم ولا الخامة اللي موجودة والقماشة اللي موجودة مع إمكانياتها ما تسمحش بأكتر من كده يعني في لعيبة كويسة بس اللي هو برضو أنت بتتكلم في فرق أو منتخبات أفريقيا عندهم 23 لعيب محترف و24 يعني عندهم أرقام كتيرة لعيبة محترفة فاللعيبه جايه عارفه هي عايزه ايه وبتعمل ايه وبتكسب ازاي لكن هنا اعتقد ان الامور بدات تبقى صعبه يعني هو انت خلاص القماشه عندك هي معروفه باينه يعني ف يعني ربنا يسهل ويقدر بتتابع عموما ماتشات الدوري وفرق غير ماتشات الاهلي يعني بتبص على
مسابقه الدوري بتتفرج على ماتشات الفرق فيها؟ مين لفت نظرك؟ مش كتير يعني. مين لفت نظرك يعني؟ مين على مستوى جماعي يعني، التيم اللي حسيت انه لا في تيم بيلعب كره محترمه او تيم يعتبر اضافه لبطوله الدوري من وجهه نظرك السنه دي؟ وعلى مستوى الافراد فيوتشر مؤدي بشكل كويس جدا وماشي رابع الدوري ممتاز وعامل اداء يعني ولا اروع في في الدوري يعني. ففيوتشر عامل اداء محترم جدا جدا يعني، بس اداء يعني الافراد ما يعني مع يعني اعتقد ان المستويات متقاربه شويه يعني، ما فيش حد فالت قوي او حد تقدر زي مثلا من 3 4 سنين كنت بتقول عبد الله السعيد في حته ثانيه. ايوه لما كان عبد الله السعيد كنا بنقول عبد الله السعيد في حته ثانيه. لا دلوقتي الدنيا اعتقد ان المستويات متقاربه يعني، ما فيش حد اللي هو فارق مع فرقته قوي بشكل كبير يعني. طيب ارجع مره ثانيه للنادي الاهلي، وانا يمكن كنت بقول في بدايه الحلقه انه انت ماشي اغلب الوقت في الفتره الاخيره ضد التيار، محاوله انه يبقى في تشتيت لتركيز الاهلاويه عموما سواء لعيبه او جهاز فني او حتى الجمهور. حتى جمهور النهارده الاهلي الاهلاوي بقى مستهدف يعني، فكره انه بدل ما الاهلي محتاج دعم او تركيز جماهيره في انها تدعم وتساند، ناخده لمعارك جانبيه وصراعات جانبيه، فنستغل حاله الربكه اللي الاهلي فيها، خسر دوري ابطال، خسر بطوله كاس، فنكمل على اللي فاضل من الفرقه. بالظبط. كلام عن الصفقات النهارده يعني، انا سامع انه الاهلي بيفاوض لعيبه المجره، ثلاث اربع صفحات سوشيال ميديا على مواقع يوتيوب، على حتى بعض المواقع الالكترونيه للاسف بتقول لك انه الاهلي بيفاوض حوالي 30 40 لعيب، وكانه الاهلي هيمشي فرقته كلها. لا صعب قوي الحاجات دي بتاثر يعني جوه اوضه اللبس، وانتوا كنتوا في نهايه سيزون مثلا كنتوا بتسمعوا على فكره مين ماشي، لا ده مين جاي، تسمع اسم لعيب جاي في مركزك او انت اسمك من الاسماء اللي بتقول انك انت من الراحلين، الحاجات دي كانت بتاثر على لعيبه الاهلي في اوضه اللبس؟ يعني لو لعيب مركز مع السوشيال ميديا زياده عن اللزوم ممكن تاثر عليه نفسيا. على ايامك كان في سوشيال ميديا او كانت السوشيال ميديا هي خفيفه قوي؟ لا كانت خفيفه قوي، ما كناش بنركز في السوشيال ميديا قوي، كنا مركزين في شغلنا، في تمريننا، في ملعبنا، في ماتشاتنا، في البطولات اللي بنخشها يعني احنا بنحتاجين كل بطوله فبنخش مركزين. لكن دلوقتي السوشيال ميديا زادت قوي، زادت بطريقه رهيبه، فاللعيب اللي بيبقى مركز مع السوشيال ميديا لا بتاثر عليه نفسيا. لو انت مش واثق في نفسك وعارف ان انت لعيب كويس وفي مكان كويس، لا هتاثر عليك نفسيا، هتاثر عليك بشكل كبير قوي يعني، هتخليك تركيزك او تفكيرك لا طب انا قاعد، طب انا ماشي، طب انا مكمل، طب انا، فمش هيبقى تركيزك في الماتش اللي انت بتبقى موجود فيه او في البطوله اللي انت بتلعبها. فطول ما انت مركز مع السوشيال ميديا مش هتركز في شغلك او مش هتركز في ملعبك او في ماتشك. لازم خلاص ابعد عن السوشيال ميديا تماما، لازم ابدا اركز في فرقتي، اركز في تمريني، اركز في شغلي، خلاص طول ما انا مركز هنا خلاص انا بالنسبه لي الكلام ده كله ولا يعنيني في شيء. لو كلمتك على مراكز من وجهه نظر كابتن عبد الله فاروق، ايه المراكز اللي شايف انه الاهلي محتاج يشتغل عليها للسيزون اللي جاي؟ يعني في مراكز بدايه من وجهه نظرك تحتاج دعم، تحتاج اضافات او اسماء جديده؟ انا بالنسبه لي انا محتاج بكرايت جدا. هاني لعب كويس جدا وكريم فؤاد لعبه كويسه جدا، بس فعلا واكرم راجع ان شاء الله، واكرم راجع هاني اكرم قدم في المكان ده يعني طبعاً اوراق اعتماده بشكل كبير. طبعا ادى بشكل كويس جدا وراح المنتخب لعب في المكان ده برضو. طبعا فبرضو بس عشان اكرم هيرجع من رباط صليبي فمحتاج شويه وقت، وانت احنا بنتكلم في النادي الاهلي محتاج كل المباريات اللي بتلعبها ومحتاج كل البطولات اللي بتخشها، ف يعني هيحتاج شويه وقت قبل ما يرجع لمستواه تاني، لان هو بعيد عن الكوره بقاله داخل في سنه. بس يعني شفناه الحمد لله قبل ماتش الجونه رجله في الملعب بيتمرن بشكل كده تدريجي، داخل مع الفرقه وان شاء الله باذن الله هيكون واحده من الاضافات القويه لسكواد الاهلي السنه دي. بالظبط. فبرضه محتاج بكره يبقى معاهم ينافس على المكان دوت، لان انا اكرم غايب يبقى الاحتياطي بتاعه بنفس مستوى اكرم. ايا كان محتاج باك ليفت جنب تحت علي معلول يبقى موجود مع علي معلول، علي معلول برضو لو غاب يحصل. انا محتاج مساك كويس مع اللي موجودين كويسين جدا ومقدمين بشكل كويس، بس برضو انت حتى بتتكلم لو بدر كمل. لا لو بدر كمل بالنسبه لي خلاص، لو بدر كمل لو بدر كمل في النادي وبادي بشكل كويس، عوجود عبد المنعم بالظبط، وموجود ياسر ابراهيم وايمن اشرف ورامي ربيعه موجود، لا خلاص تمام بالنسبه لي ما عنديش مشكله. لكن لو بدري مش موجود انا محتاج اللعيبه مثلا. بدون ما اذكر اسماء اللعيبه اللي مستواها تراجع في الفتره الاخرانيه، وانت كنت لعيب كوره ولبست تيشرت النادي الاهلي وفاهم يعني ايه
الضغط الجماهيري. اللعيبه دي معاها عذرها. اذا كنت بتكلم الجمهور النهارده، احنا كنا بنقول برضو جمهور النادي الاهلي ما بيحطش في اعتباره اي حاجه بالزبط. غير المكسب وغير ال 90 دقيقه، انه عايش في كوره حلوه وعايش في نتيجه مكسب للنادي الاهلي. لكن لا، يعني انت هو الجمهور زي ما حضرتك قلت هو عايز مكسب وكوره حلوه. لكن كلاعب كوره او مدرب او راجل في فنيات الكوره، لا، اللعيبه ليها عسره، لعيبه مجهده، لعيبه تعبانه بتلعب في كذا بطوله، في فرق بتريح بالاسبوع، انت كل 3 ايام ماتش، ما بتلحقش تريح، ما بتلحقش تعمل ريكفري للعضله بتاعتك. فلا، اللعيبه معاها عذرها. يعني اذا كان لعيب اصلا لعيب كويس والفتره دي مستواه متراجع شويه، لا، معاه عذره. انا بالنسبه لي لا، معاهم اعذارهم. في مقدمات تقدر تقول انك انت بنيتها على مستر ريكاردو سواريش، وشايف انه ايه اهم الحاجات اللي على الراجل يتعامل معاها اتليست عشان يفنش الموسم ده بشكل كويس؟ المقدمات بدات ان هو خلاص، يعني بدات اشوف لعيبه النادي الاهلي بتعرف تمسك الكوره، رجعت النادي الاهلي تمام، خلاص الاستحواذ بتاع النادي الاهلي بقى موجود. الروح بدات الى حد ما ترجع شويه بشكل كويس، بدات اللعيبه يبقى عندها روح، عندها قلب. بس هو الحته بس زي ما حضرتك قلت في الاول خالص، التهديفي. التهديف بقى، يعني بقى الفتره اللي فاتت دي بقى صعب شويه، في معاناه. بقى صعب شويه، لازم الفتره الجايه ابدا اركز على المهاجمين شويه، على الهافات شويه، ان هم الهجمه ما يعني مثلا انت بيجي لك 3-4 هجمات، لازم اقل حاجه منهم جون او جونين يبقوا موجودين. لازم ايام متعب وابتريكا وبركات كنا بنروح ب6-7 هجمات منهم 3-4 تجوان موجودين. فده حاجه يعني لازم نركز على الفتره الجايه. بتشوف بتشوف المقارنات ازاي بين جيل الجيل اللي موجود دلوقتي والاجيال اللي قبل كده؟ ويمكن دايما المقارنه كانت بين جوزيه وموسيماني، كانت بين جيل تريكا وبركات وجيلك اللي انت لعبت معاه طبعا، والجيل الحالي. لا يعني كان لا يعني انا بالنسبه لي المقارنات ظالمه، يعني الجيل بتاع تريكا وبركات ومتعب والجيل اللي انا كان ليا الحظ الكبير ان انا ابقى موجود معاهم، لا كان جيل عظيم جدا. والجيل الموجود فرقه كويسه جدا ولعيبه كبيره جدا، بس لا، الجيل الثاني كان ليه تقله. يعني احنا كنا بننزل اصلا الماتش اول 5 دقائق او 10 دقائق، لو ما جبناش جون بنبقى خسرانين. يعني اول ربع ساعه في الماتش لازم بيبقى فيه جون موجود. جمهور الاهلي دايما هو الظهر والسند، ودايما في الاوقات الصعبه، يعني في الاوقات الحلوه طبيعي جدا الجمهور يبقى مبسوط واقف في ظهر النادي، لكن في الاوقات الصعبه والاوقات اللعيبه والجهاز الفني والنادي الاهلي كله محتاج جماهيره تبقى واقفه في ظهره، يمكن يكون زي الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. الكلمه اللي تقولها لجمهور النادي الاهلي والدور اللي ممكن يلعبوه في الفتره اللي جايه من وجهه نظرك، وانت شفت ويمكن انت كنت محظوظ انك عشت الجماهير دي وهي بتسندك وانت في الملعب وهم موجودين في ظهرك على طول في المدرجات. يمكن الجيل ده على الرغم من انه ال 2500 اللي بيروحوا بيحسسونا ان هم 100,000، لكن في النهايه برضو اللعيبه دي لعبت ومرت بماتشات وظروف صعبه والجمهور مش موجود معاها في الملعب. لا هو يعني انا هتكلم الجماهير، طول عمر جماهير النادي الاهلي معودانا ان هي معانا في الوحش قبل الحلو. طول ما احنا بناخد بطولات الجماهير موجوده معانا، لما لا قدر الله بيحصل فتره من الفترات اللي هي زي اللي فاتت دي، الجماهير بتقف ورانا في ظهرنا على طول، وهم السند لينا وهم الدافع لينا. الجماهير النادي الاهلي طول ما هي واقفه ورانا هم رقم، انا على طول اقول الجماهير رقم واحد في الملعب. صحيح. جماهير النادي الاهلي بالذات، جماهير النادي الاهلي بالذات هي رقم واحد عندي في الملعب. طول ما جماهير النادي الاهلي موجوده انا ببقى مطمئن جدا. بس فرق كبير بين جمهور انت شايفه في مدرجات التتش او قبل كده طبعا في مدرجات استاد القاهره، شايفه وعارفه وحاسه وحاسس كل كلمه بتطلع منه، وجماهير تانية انت مش شايفها على السوشيال ميديا ومش عارف ايه اللي بيحركها ومش عارف مين اللي بيخليها تقول او تهاجم او تكسر. للاسف شديد جدا في السوشيال ميديا يعني بالداري كده زي ما بيقولوا، يختلط الحابل بالنابل ومحدش عارف مين بيقول ايه فين. بالظبط. كابتن عبد الله شرفت ونورت، سعداء بيك في السادسه واهلا بيك دايما في على شاشه الاهلي. استاذ احمد ربنا يخليك، انا مبسوط جدا انا كنت معاك النهارده، وشرف ليا جدا ان انا كنت موجود معاك النهارده، وانا فعلا انبسطت جدا يعني. نورت الدنيا وبالتوفيق ليك. انا عارف طبعا مشوارك في زد، كل التوفيق ليك، كل اللي بسمع عنها انها تجربه محترمه جدا، كل التوفيق ليك وطبعا لكل كرو عمل في فريق زد. ربنا يخليك يا استاذ احمد، تسلم. شكرا لحضراتكم على المتابعه، وهختم سريعا جدا بنفس الكلام اللي ابتديت فيه، ما تتشدش وما تخليش حد يستغل حبك وغيرتك على النادي الاهلي وعلى الفانيله الحمراء في انك انت تدخل وتتشغل عن دعم فرقتك
مهاترات او بصراعات كانت من اي نوع. في النهايه عشان نلخص كل ده لجماهير العاقله جماهير الواعيه، كره القدم والرياضه عموما اتخلقت للترفيه والمتعه، مش للصراعات ومش للغل ومش للكراهيه. وعمرنا في النادي الاهلي ما كنا بنشغل بالنا بغيرنا، دايما مركزين مع نفسنا وشايفين فرقتنا ونادينا قدامنا. وشكرا لحضراتكم على متابعه حلقه النهارده، وبكره على كل خير نتقابل في السادسه على شاشه الاهلي.